يعتبر شهر رمضان الأفضل الشهور عند المسلمين لما خصه الله بمزايا عديدة وجعل الأجور فيه مضاعفة وقذف حبه في قلوب العباد. فالمسلمون أيها الأحبة في كل بقاع الأرض يبتهجون لقدوم هذا الشهر العظيم ويتهيئون لاستقباله بشتى الوسائل والطرق. فصيام رمضان ركن من أركان الإسلام الخمس، وصيامه فرض على المسلمين، ويسمى بشهر القرآن، ففيه أنزل القرآن على الرسول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان يتدارسه مع جبريل عليه السلام في ليالي رمضان. ويسمى شهر القيام، شهر الطاعات، شهر التوبة، شهر التوبة والغفران. فنجد حرصا كبيرا من جموع المسلمين على قيام كل ليلة في رمضان رجاء كسب الأجر العظيم، ونجدهم يتسابقون بالإكثار من الطاعات لينالوا العتق من النيران، وذلك في كل ليلة من لياليه. أيها الأحبة الأفاضل، هذا الشهر هو شهر العبادة، وأهم العبادات في هذا الشهر الفضيل الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الصلاة على وقتها والحرص على أدائها جماعة في المسجد، الإكثار من قراءة القرآن الكريم وتدبره، تفطير الصائمين وهي عبادة عظيمة يؤجر عليها صاحبها بمثل أجر الصائمين ولا ينقص من أجرهم شيئا، تقديم الصدقات للفقراء والمساكين فهم أحوج ما يكونون لذلك في رمضان، والاقتداء بسنة رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم، كذلك قيام الليل والحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر من هذا الشهر، ذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء في كل وقت وحين، الاكثار من النوافل خاصة سنن الصلاة خاصة الراتبة. فضائل شهر رمضان هو مغفرة للذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأيها الأحبة، ها نحن نستقبل هذا الشهر الفضيل، ولكن فهناك من يستعد لهذا الشهر الفضيل لمشاهدة الأفلام والمسلسلات وغيرها، فهذا ربما حتى يبطل صومه وهو لا يعلم. أيها الأحبة الأفاضل، لماذا لا نترك هذه الأشياء جانبا ونشمر على سواعدنا؟ لأن هذا الشهر الفضيل هو شهر الطاعات، شهر التوبة والغفران، شهر مساعدة الفقراء والأرامل واليتامى. وهذا الشهر الفضيل سمي برمضان لأنه تكثر فيه الحسنات، فلا نضيع هذه الأيام وهذه الفرص. أيها الأحبة، دائما نتكلم عن فضائل هذا الشهر الفضيل. اليوم أصبحت بعض السلع الأساسية تحتكر وأصبحت نادرة. لماذا؟ لأننا لا نعلم أن هذا الشهر هو شهر الرحمة، شهر التوبة والغفران. أيها الأحبة الأفاضل، أقول لكم أن هذا الشهر هو شهر عظيم، فلنستعد لهذا الشهر ونشمر على سواعدنا ونقوم بما يرضي الله تعالى، ونبتعد عن المحرمات وما أمرنا بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم بلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم أمين يا رب العالمين.